المسرح والسينما الجزائرية من مواليد 1921 مدينة تيارت. كتبت قصتها الفنية بقلم الصدفة عندما عوضت غياب إحدى الممثلات في دور المتسولة، وهنا بدأت حكايتها مع الفن. مثلت نورية إلى جانب واهبة زكال، هاجرة بالي، فريدة سابونجي، رويشد وحسن الحسني، هذا الأخير الذي كان له معها جولة في فرنسا، فقدمت عدة تمثيليات إذاعية. نورية قصدرلي كانت لها بصمتها في 5 أعمال للسينما، فضلاً عن 170 عملاً تلفزيونياً وأزيد من 200 مسرحية، حيث تعاملت مع أغلب المخرجين في الجزائر. من أهم أعمالها خذ معطك الله والليل يخاف من الشمس، بالإضافة إلى وردة حمراء ومن أجلي. خلتي علينا، دخلت المنزل تحلال الدار، بصح والله ولا غير ما انتي ذاك الوقت عارفيني، لاني عجوزة من تاع الكذب ولا عجوزة من تاع الصح، لاني كذابة كما تحسبت من دي. تحبي أقول لك أنا راكي في ودني ها، وانا ندب عليك خاطر لو كان جيتي تستحي ما تقوليش هذا الكلام، لو كان جيتي بنت اصل ما تحيديش انتي العجوزة نستحي انا يا لي صغيره ما عرفتيش تشدي قدرك بيدك، بصح انا دوق دوق نعملك كي تليق النشافي، النشافي نحط على وجهك يا وحده العدايسيه يلي ما تستحيش يا مصران الرنقيله، لو كانت تشوفي غير الصفه اللي عطاها لك ربي وتستحي. خير منك ومن بنتك. خير من بنتي؟ بنتي بعيدة عليك، لا لا يوصلك، ما توصلنيش حتى القاعة نتحدي ليها بنتي. فوقوا على ذيك البنت سلمان السبيطار وجه الخديع يا لطيفي يا لطيفي. بو عليك بو عليك، هذيك البنت لو كانت تشوفي روحك وتستحي، يا ودنين المغارف يلي في الباكورة تمشي تشخري في الباطن يدخل للمرسى. نورية قصدرلي قامة لم تدخل مدرسة، لكنها تحولت إلى قامة في التمثيل وساهمت في تغيير نظرة المخرجين إلى عمل المرأة بالمسرح، في حين أن الأدوار النسائية من قبل كانت تسند للرجال. وقد أعطى انضمامها إلى المسرح الوطني دفعا قويا للتمثيل النسائي. في 2016 عادت نورية إلى عالم الأضواء بعد طول غياب عبر مسلسل سامحني، ونظير ما قدمته للشاشة الجزائرية على مدار 66 سنة. نالت نورية قصدرلي العديد من التكريمات في مسارها الكبير، آخرها وسام الاستحقاق الوطني من مصف عهيد من طرف رئاسة الجمهورية. ها هي زهرة المسرح الجزائري تنتقل إلى جوار ربها عن عمر ناهز 99 عاما. إن لله وإنا إليه راجعون. رحم الله فقيدة الجزائر.